السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فتحي. حسن من كل اخبار نادي الزمالك، حلقه جديده من يوم الوقفه. اول حاجه، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. في البدايه النهارده عندنا اخبار مهمه جدا، زي ما انت عارف احنا كل اخبارنا مهمه، والله العظيم الحلقه النهارده من اهم الحلقات، فانت اهم حاجه انك تكمل الفيديو للاخر، كمل الفيديو للاخر هتستفاد والله. النهارده هنتكلم عن اشرف بن شرقي، انه خلاص بيصدم جمهور النادي الاهلي قبل ما يمشي. برضه هنتكلم عن رزاز سي اللي بيمضي رسميا لنادي اتحاد سكندري وبيبيع نادي الزمالك خلاص. وبرضه هنتكلم عن مين بقى، هنتكلم عن صفقات نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور اللي بيقبل ان عبد الله السعيد يجي نادي الزمالك. برضه هنتكلم كلام كتير عن الصفقات وعن حاجات مهمه جدا النهارده، وعن فيوتشر ماتش غزل المحله وفيوتشر وكلام اكتر من كده كمان. ولكن انت اهم حاجه ما تنساش انك تنزل حالا تشترك في القناه، عشان عايزين نوصل 500 مشترك، لازم نوصل 500 مشترك قبل ما العيد يخلص. فرحوني زي ما انت هتفرحوا وانتوا فرحوني انا كمان ب 500 مشترك. فانزل اشترك في القناه، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان الفيديو بيساعد في ان الفيديو ينتشر في كل مكان. واسيبكم لانتر سريع وارجع لكم مره ثانيه. يا جمهور الزمالك، نبتدي اول حاجه بخبر، بص والله العظيم هيحرق جمهور الاهلي، والله العظيم هيحرق اول جمهور الاهلي. ايه هو الخبر ده؟ الكاف بيعلن رسميا ان هدف ظهير المترجي في الاهلي هو افضل هدف في الدوري، البطوله بتاع دوري ابطال افريقيا كلها. فلو انت جبت من الاخر، بص انا حلقت كده وبصراحه اتكيفت من الخراب. الخبر ده خبر والله العظيم فرحني جدا. تخيل الهدف، يعني الاهلي جمهور الاهلي دلوقتي يعني مش كفايه عليهم ان هم خسروا 2-0، لا هو كمان بيعيط وزعلان الهدف ظهير المترجي كمان طلع هو افضل هدف. فانت كده يعني مش عارف جمهور الاهلي، يعني الله يكون في عون، والله العظيم احنا بنعيد هو ما بيعيطش. تعالوا بقى نخش خبر مهم جدا، وعن مين بقى؟ عن بن شرقي اللي برضه دي خد بالك دي صدمتين في يوم واحد، صدمتين لجمهور الاهلي في يوم واحد. بن شرقي بيأكد ان كان الاهلي بيفاوضه، وان هو بن شرقي مش هيبيع جمهور الزمالك، وان هو مش هيروح لنادي الاهلي، او بمعنى صح ده هو قالها بطريقه غير كده خالص، بس انا بفسرها لك بالاخر، ان بن شرقي بيعلن ان هو مش ان هو ما مضاش للنادي الاهلي. بصوا يا جمهور الزمالك، في حاجه مهمه جدا انا حابب اقولها لكم، انا مختلف مع الاداره في النقطه دي. في كلام انتشر او اشاعات انتشرت في الايام اللي فاتت دي، ايه هي؟ ان اداره الزمالك مش قادره على فلوس بن شرقي، عشان كده بن شرقي كانت مشكلته ماديات، وان هو ومشكله بن شرقي فلوس مع نادي الزمالك، وان اداره الزمالك مش قادره توفر له الفلوس دي. ففي وكلاء اتوسطوا لبن شرقي ورجال اعمال اتوسطوا لبن شرقي او اتوسطوا لمستشار مرتضى منصور عشان يدفعوا الفلوس لاشرف بن شرقي عشان يجدد للزمالك. هو في كلام، يعني في كلام من الكلام ده صح وفي كلام غلط. اول حاجه ان فعلا في رجال اعمال اتكلمت مع المستشار مرتضى منصور علشان ان هم يدفعوا يعني المبلغ اللي هيجددوا بيه لاشرف بن شرقي، او جزء من المبلغ اللي هنجدد بيه لاشرف بن شرقي. وبرده فكره ان بن شرقي مشكلته فلوس، هي بالفعل مش بن شرقي بالتاكيد مشكلته فلوس، لان زي ما انا قلت لكم في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، ان بن شرقي مش معقول عايز يغير البلد، وان هو هيسيب مصر والدوري المصري اللي فيه منافسه كويسه جدا لو النادي الاهلي مش موجود، وانه هيروح الدوري القطري اللي تقريبا منافسه فيه مش افضل حاجه بالنسبه للفرق، وبرده البطولات هناك مش افضل حاجه، وكل الكلام ده محترم طبعا للدوري القطري وقطر كلها. ولكن ده بالنسبه لوجهه نظري. فازاي بن شرقي هيسيب مصر وعايز يروح هناك، مع ان هناك خد بالك هنا مش هيفرق عن يعني مصر مش هتفرق هناك عن حاجه في الدوري القطري غير في الماديات. هنا الزمالك مش هيدفع قد ما الدوري القطري هيدفع بالتاكيد. تمام، هتقولي يا عم طب ما هو قال تركيا، المستشار مرتضى منصور هو قال بن شرقي عايز يروح يحترف في تركيا،
هقول لك ماشي. لو تركيا انا ما عنديش اي مشكله ان بن شرقي يروح يحترف في تركيا او يروح يلعب في اي نادي هناك في تركيا. يعني تركيا فيها فلوس، من ناحيه الفلوس موجود ما فيش اي مشكله، من ناحيه برضو الفرق هناك كويسه، من ناحيه البطولات كويسه، فهيكون هناك كل حاجه ماشيه تمام. اما تقولي الدوري القطري، انا شايف صراحه الدوري المصري افضل. فبرضه حابب اقول لك برضه عشان ايه ما اكونش واقف ضد الاداره نادي الزمالك في كل حاجه، لا انا مش واقف ضد اداره الزمالك في كل حاجه، لا انا حابب اعرفك ان الزمالك خزنته فيها فلوس، خزنته فيها فلوس تجدد لبن شرقي و10 زي بن شرقي كمان. ولكن كل مشكلتنا ان احنا شايفين ان المبلغ اللي اشرف بن شرقي طلبه زياده شويه او زياده حبتين، مش الدوري المصري اللي يدفع الكلام ده، مع ان الزمالك خد لك معاه الفلوس انه يجدد ليه اشرف بن شرقي. وبمناسبه الجديد التجديدات، فريرا طلب من اداره الزمالك بالاخص من امير مرتضى منصور ان هو يجدد ليه احمد اشرف راو. الكلام ده انا خد بالك انا قلته من 3 4 فيديوهات فاتت، الخبر ده بيتكرر دلوقتي، الخبر ده قلته من فتره بيتكرر دلوقتي. اتكلمنا عن خبرين بيحرقوا الاهلي، تعالوا كده نبردها شويه بقى ونبرد جمهور الاهلي شويه. ايه بقى الخبر الجديد؟ للاسف 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 نادي فيوتشر كسب نادي غزل المحله في نهائي بطوله كاس الرابطه بنتيجه 5-1 للاسف. يعني بص، هو صراحه بالنسبه لنادي غزل المحله في الفتره الاخيره دي من وجهه نظري انا مش شايفه افضل نادي، او مش شايف ان هو مش افضل نادي، لا مش شايفه في مستواه الحقيقي. مش ده غزل المحلة اللي بنشوفه بيكسب الزمالك وبنشوفه بيكسب الاهلي، بيعمل ماتشات كويسة. اللي كان صراحة عمل ماتش كويس جدا والله العظيم، ماتش عجبني جدا، ماتش الاهلي واسماعيلي، مع اني بحب الجمهورين، بحب جمهور غزل المحلة بحب جمهور الاسماعيلي، ولكن شفنا ماتش بعد ما كان الاسماعيلي خلاص ضمن الماتش والاسماعيلي كان ضامن انه خلاص هيروح يلعب النهائي، للاسف غزل المحله برضو بيتعادل. يعني صراحه كانت ماتش كان نار من كل حته، ولكن انا للاسف شفت الماتش ده في زي ملخصات كده على اليوتيوب والكلام ده، ما لحقتش صراحه، ما كنتش موجود عشان اقدر اتفرج على الماتش ده، ولكن انا كنت شايف ان هو من افضل الماتشات في كاس الرابطه. تعالوا بقى نخش في خبر مهم جدا ورزاق سيسي. بصوا هو من الاخر رزاق سيسي جمهور الزمالك فقد فيه الثقه. هو اي نعم مش هيكون زي طارق حامد وابو جبل، ولكن برضه رزاق سيسي ابتدى يروح اتجاههم ان هو هرب من الزمالك، او مش عايزين نقول هرب من الزمالك، المفروض اصلا تقريبا عقده المفروض ان هو ينتهي يوم 30/6، فبلاش ان احنا نقول هرب لان هو فعلا حق، ولكن كان المفروض على اللي يعرف الاداره مش عارف ان يعمل له حفله تكريم زي المستشار مرتضى منصور بيعمل لاي لاعب بيمشي كل الكلام ده. ولكن للاسف خلاص نادي الاتحاد السكندري خلاص رسميا نادي الاتحاد السكندري بيتعاقد مع 2 من نادي الزمالك، عشان ما حدش يجي يقول لك في صلح ما بين المستشار مرتضى منصور والنادي الاتحاد السكندري، او في ابتدى يكون في صلح ما بين نادي الزمالك والنادي الاتحاد السكندري. والله العظيم ما فيش الكلام ده، الاثنين في عداوه ما بينهم قويه جدا، حتى من اكتر من المستشار مرتضى منصور، لان خدوا في الاول انس اسامه بعد كده دلوقتي باخدوا رزاق سي، فحوار كبير ما بين اداره الزمالك واداره نادي اتحاد سكندري. ولكن اسمع الخبر ده، بكره هيتكرر ان خلاص نادي اتحاد سكندري بيتعاقد رسميا مع رزاق سي. تعالوا نتكلم في حوار جين ابوكا والكلام ده. بص هو من الاخر جين ابوكا احنا كجمهور الزمالك مش محتاجينه او مش بنفضله، ولكن في كلام ان الزمالك يتعاقد مع جون ابوكا رسميا، واسمعوا مني جون ابوكا، نادي الزمالك ما تعاقدش معاه رسميا. ليه؟ لان بناء عن قرار نادي الان بي، ان بناء عن قرار او مجلس اداره نادي ان بي، ان ازاي انك تمضي العقد هيكون لاغي، لان نادي الزمالك مضى جون ابوكا ما مضاش برده نادي ان بي، فكده العقد هيكون ملغي. طب ما مضيتش الفريق اصلا، فريق اللي المفروض جون ابوكا ملتزم بعقد مع نادي ان بي وجنوب بوكا ملتزم بعقد مع نادي انبي، فانت المفروض تمضي الاثنين عشان تكون في السليم. ولكن في كلام ان نادي الزمالك خلاص مضى من اتجاه واحد بس، هو كان جون ايبوكا. ولكن انا اتوقع ان خلاص ما اعتقدش ان جون ايبوكا هيكون في الزمالك، احنا كجمهور الزمالك رافضين تماما الفكره دي. تعالوا بقى نخش في خبر مهم جدا وهي عن عبد الله السعيد.
عبد الله سعيد يا جمهور الزمالك. عبد الله سعيد اللي هو كان عمال بيحرف الاهلي زي ما قلت لكم، كل ما اقول لكم كل فيديو اقول لكم ان عبد الله سعيد عمال يزهق في الاهلي صراحه. عبد الله سعيد عارف الاهلي، عبد الله والله العظيم عارف الاهلي. بصوا من الاخر بعد ما المصريين برضه مبسوط اتكلم مع عبد الله سعيد وقال له احنا هنقف معاك وهنقف في صفك في الحوار بتاع الاهلي ده، وان خلاص من الممكن بنسبه دلوقتي 5% ان الاهلي يتوقف منه ركيد بسبب حوار عبد الله سعيد. فدلوقتي المستشار مرتضى منصور بيوافق على ان نادي الزمالك يتعاقد مع عبد الله سعيد. بص واحنا هنقول اه عايزين ننزل باعمار ومش عارف ايه، ولكن شايف عبد الله سعيد حتى لو لعب مع الزمالك لمده سنه واحده فهيكون افاده قويه جدا. والله العظيم عبد الله سعيد لو لعب حتى شهر واحد هيكون افاده برده قويه جدا لنادي الزمالك، لعب عنده خبرات كويسه جدا نادي بيراميدز، ما اعتقدش ان هو قادر يستغل الخبرات دي نهائيا. خبر والله العظيم كان معايا بقاله 5 ايام ولا حاجه من ساعه ماتش الاهلي تقريبا وسموحه. نادي فيوتشر دخل مره تانية، او نادي فيوتشر دخل مفاوضات جامده جدا مع عبد الكريم الوادي. نادي فيوتشر عايز يتعاقد مع عبد الكبير الوادي، والزمالك برضو عايز يتعاقد معاه، ولكن انا شايف ان بلاش نفضل نعلي في الاعمار. يعني عايز تتعاقد مع يحيى جبران 30 سنه، عايز تتعاقد مع عبد الكبير الوادي 30 سنه، عايز تتعاقد مع عبد الله سعيد حاجه و30 سنه، غير انك عندك شيكابالا حاجه و30 سنه 36 سنه تقريبا، عندك عواد 30 سنه، عندك ابو جبل 34 سنه ولا 33 سنه، عندك برضو عبد الشافي 35 سنه تقريبا او اعلى من كده كمان، عندك حازم امام اعلى من حاجه و30 سنه. فاحنا مش عارف احنا تقريبا هنخلي فريق كله عواجيز مع احترامي ليهم كلهم طبعا، ولكن في نادي الزمالك كل ما بيحط عينه على لاعب بنلاحظ ان هو بيبقى سنه كبير، علشان كده احنا بنرفض الكلام ده. كده نبقى وصلنا لغايه نهايه اخبارنا، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، واستنوني في لايف النهارده الساعه 9. حاول كده اظبط النت والكلام ده عشان نطلع في لايف مهم جدا الساعه 9 ان شاء الله، ونكون فيها اخبار مهمه جدا. ما تنساش في النهايه انك تروح تتابعني بقى هناك على الانستجرام، عايزين نوصل ل 200 متابع. برضو تشترك في القناه، عايزين نوصل 500 مشترك قبل ما العيد يخلص. احنا دلوقتي 381، فاشترك في القناه عشان عايزين نوصل على الاقل 400 مشترك النهارده، ده اقل طلب يعني. تمام، واعمل لايك للفيديو عشان عايزين برضو نوصله لاكبر عدد من اللايكات عشان نوصل لكل جمهور الزمالك. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، اخبار سعيده تخص الزمالك، اسف لو طولت عليكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، اخبار سعيده تخص نادي الزمالك. شكرا. I'm